في عمري 25 عام وكنحس براسي فحالي في عمري 80 عام. وبنادم كيبات لينا ناعس وكيفكر زيت بوطة ملح زيت بوطة سكر شنو هي المصيبة؟ الله سبحانه وتعالى هو اللي معايشنا بالبركة ديالو فهمتيني، واخا الناس عياو يزيدوا عياو ويغلوا حنا عايشين ببركة الله. يعني ما تبدلش شي حاجة في التواصل الاجتماعي تخرج على أرض الواقع. لا ما خدمتش شي ما كاينش لا تيال مشات لك صحتك ما كاينش لا تيالك الخاوة ديالك. مرة وقفت رافينا قاز عليها بموتور هز الساك جرب الأرض جرب وهرب مع الطريق. إذا شكون شكون السبب؟ هو الازمه اللي هي خلقت في هذا المجتمع هذا فهمتيني. لما اللحم ساكن ما كناكلو اللحم سير العيد العيد عاد كناكلو حتى الحوت ما كناكلوش اللي هي هادشي كتبر السردين عامل 20 درهم 18 15 درهم ارخص. اي واحد كيحس شي حاجه كدورو يخرج يهضر، راه ما تنانيش هنا يخرج فلان تا يهضر ولا كذا تا يهضر. لا هضره صاحبي راه تينك راك مقصح على الساكت بلا دعم هوك ماشي غليو عليك. حاولوا ما امكن تشوفوا الحال المواطنين باش ما تخلقوش شي فوضى كبيره. نقول بالنسبه للاسعار راه الصراحه قهرتونا والدرويش مجبر ما يعمل، ما عندك ما تعمل 2000 درهم 3000 درهم ما تقدكش. بالنسبه لي لان انا نمثل راسي يعني كل شيء غالي، الكراء علينا الكراء علينا الموضه وطالعين الموضه وكتجيك واحد 35000 فهمتي، والصالير مجوج وعندي جوج وليدات ما شنو تقدك 2000 درهم ما تقدك ما والو فهمتي. وزيد الزيت غاليه الطحين غالي كل شيء غالي. الله رزق الصبر بيطه 150 فرنك بيطه 80 فرنك 150 راه هادشي هذا بزاف. زعما في عمري 25 عام وكنحس براسي فحالي في عمري 80 عام راه بزاف اخوتي. والشكوى والله ماشي زعما اشكو بثي وحزني الى الله عز وجل بالحق بهذ الاسعار اللي طايعين دابا طالعين دابا راه الشباب ما جبر ما يعمل. واش غنقول لك نتمنوا من الله يكون خير ان شاء الله. اش تاك نتمنوا ان شاء الله يعمل شي مبادره مزيونه ان شاء الله ويتيح الاسعار فهمتي. والله رزق الصبر الدرويش كامل راه الدرويش هو اللي واكل الدقه. واما ما ياخر اللي عنده انجينيور في عقله وصل راه ما يحسش بالزيت واصله 25 درهم ولا 24 درهم ولا كذا ولا كذا. راه تعديتوا علينا دار من جوج دراهم و50 وصلت 3 دراهم الحليب كل شيء غالي اصاحبي. الله رزق الصبر اخا 100 درهم كيفاش تصبر 100 درهم شنو يقسم بالله 100 درهم كتفطري ولا تغديس كنقول نحمد الله على نعمه الكثيره راه بزاف. غتجي تجيب الغدا يلا شنو عاد تجيب اخا بطاطا 7 دراهم غتجيب كيلو بطاطا كيتيك جوج بطاطات وحده معاهم ستيتو 25 الحوم 100000 فرنك واخا تبغي تاكل قطنيه تعاود. الله رزق الصبر كل شيء غالي 18 20 فهمتيني. جميل الحاجات اللي حطيت عليها يدك كتجبر طلعت من فوق القاعد الاخر راني كتجبر الثمن ديالو طالع. اي حاجه الخضر الفواكه دخلتي مبقل كتخلع كل شيء تزاد فهمتيني. دابا حنا المعيشه ما بقيناش نقدروا كيفاش نعيشوا مثلا رضومه الزيت 25 درهم 24 درهم الطحين غالي اللي قلتي المعيشه. شحال كتصور في النهار شحال كتربح؟ انا في يد الله انا في السوق مره ندبر 5000 مره ندبر 7000 مره ما ندبر والو. هو التيمبو مبدل ما كديش حتى 1000 فرق في النهار فهمتيني. يعني ولا بغيت تسخر ما تسخرنا الدار وتيني عندك 6 نفوس كتخدم عليهم. يعني الله سبحانه وتعالى هو اللي معايشنا بالبركه ديالو فهمتيني. واخا الناس عياو يزيدوا عياو يغلوا حنا عايشين ببركه الله فهمتيني. كنحمدوه وشكره ناكلوا اللي كتب الله ونعيشوا باللي كتب الله. واخا الخبز كاين تنعيشوا بالحمص نعيشوا باللوبيا. اكثر واحد كياكل الطبق في هذا الغلاء هما الدراويش بحالنا حنايا. اذا محمد مثلا تينا عندك طبيله كتسرجك الله على راسك فهمتيني. وعاد كيحاربك مثلا المجتمع يحاربك المخزن يحاربك كذا يعني فهمتي. المعيشه كدبر صعيبه ماشي تدبر معيشه صعيبه الصراحه ماشي مثلا فهمتيني. راه الانسان اللي مزوج الانسان اللي مزوج مسكين عليه السن نفوس كنخدم عليه. ما عندي عندي يما وعندي خوتي فهمتيني مراتين في الدار عندي كذا كنخدم على السن نفوس في الدار. وهذا الحوار هذا كتشوف ما قراتش تيجينا بحال هكا تدخل عند الديور من الناس وتقلب لهم في الثلاجات ديالهم وتقلب لهم في الحوايج ديالهم الاساسيين تجبر بان ما كاين والو. مطيشه كيشريها بالدرع مطيشه كوبري كتجبر نص كيلو مطيشه بالدرع كيشريها بطاطا 6 دراهم بالدرع فهمتيني. اما اللحم ساكن ما كناكلو اللحم سير العيد العيد عاد كناكلو حتى الحوت ما كناكلوش اللي هي هادشي كتبر السردين عامل 20 درهم 18 15 درهم ارخص. بالنسبه زعما الاسعار اش غنقول لك يعني كلشي خصو ينوض يهضر. هذه اول حاجه قبل كل شيء باش انك تبدل شي حاجه يعني ما تبدلش شي حاجه في التواصل الاجتماعي تخرج على ارض الواقع. هاد الارض الواقع اللي غتبين لك كلشي وتوصل حتى لهذوك. ولكن شوف ديك الحاله ديك الدرويش ما دبتيني مع الزيت في مواد غذائيه او مازوت ليسانس الى غير ذلك فزيد واحد الصالين الدرويش راه كاين بوبري اللي كيقي نهار خدام ما كيديش حتى 5000 ولا 100 درهم. اي واحد كيحس شي حاجه كدورو يخرج يهضر
راه ما تسنانيش هنا يخرج فلان تاي هضر ولا كذا تاي هضر، لا هضر صاحبي راه تينا كاك مقصح على الساكت والسكت يعطيك شي حاجه ما كنضوش يغير شي حاجه، هذا راه صاحبي. حتى بالنسبه للبقاله ما خصهمش يزيدوا في الاسعار، فهمتيني؟ حتى هاد الاسعار بالنسبه ديال البقاله راه حتى الدروش كيجي يعاني ملي كيجي ويجبر طونيك 150، هو عاد البارح كان درهم ولا دانو كان بجوج دراهم رجع بجوج دراهم و50، يعني حتى هو كيستغلك فرصه كيزيد لك 20 فرانك ولا ديك 30 فرانك، يعني حتى هو بيدو خصو يكونوا معنا في هاد اليد هذا. اش عند الخوا ديالنا مواطن الله يحسن العون، كاين اللي عنده الوليدات، كاين اللي كاري، كاين اللي مثلا عنده الدار ديالو، كل واحد وكيفاش. الله يحسن العون، الدنيا مقصحه الخوا ديالي، وهاد الاسعار غاليه بزاف، ولا دعمونا بشي حاجه ما يقمضونا بشي حاجه راه شي ورا خير، تنقول هذا منطقي انا الخوا ديالي، ولا دعموك ماشي غاليو عليك. الخوا ديالي دابا 2000 درهم ما كتقدش واحد اخر مجوز بوليداته، ما كتقدوش 3000 درهم وما تقدوش، راه كلشي غالي. الضوء الماء والضوء النار والنار بحال الشهر. الضوء المصري 50000 60000. الخوا ديالي اللهم دامونكر صراحه الله نقولوا هيدا منطقيه الله غالب. دابا هادشي اللي كتشوف انه كيشجع على الزواج ولا؟ الخوا ديالي ساعات تشجع على الزواج هو كتشوف الدنيا ماشيه وكتقلب. ما جا تزوج كتشوف عليه مجوز بوري راه وحصل. عادك الدرويشه كمل مثلا نقول لك ما كاين ما عندك شي ما عندك ما تعمل الخوا ديالك. لا ما خدمتش شي ما كاينش اللي يعطيها لك. مشات لك صحتك ما كاينش اللي يعطيها لك الخوا ديالك. صاحبي ما كيشوف فينا شكون اللي يشوف فينا هو وجه الله سبحانه وتعالى. شنو هي الرساله ديالك؟ الرساله ديالك اخي نسلقتونا من هذه الاسعار اخي ديالي بزاف اخي ديالي كلشي غالي بقينا كنلحقوا مع هاد الناس والو حنا الدرويش ما كيلحق والو ربي فرجع علينا وصافي. 100 درهم مثلا تدخل 100 درهم اخي ودي تدخل شي مبقى شري تعيب مثلا بدون الزيت 300 درهم ما بقى والو اخي ودي صراحه هذا الله نتمناو من المسؤولين ينقصوا لنا الاسعار ما تكلش اخي ديالي صراحه هذا الله اخي ديالي الدرويش مقاصح على شي راه واللي عنده ما يفكر لك شي مثلا كاين اللي مزيان كاين اللي عيان والدرويش عايش مع الدرويش والسلام اخويا ديالي هذه هي الهضره ديال الرجال وشكرا بزاف. حاولوا ما امكن تشوفوا الحال المواطنين باش ما تخلقوش شي فوضى كبيره. كل شيء تزاد اخي الحليب الزيت السكر كل شيء كل شيء تزاد كل شيء تزاد. كاين بنادم اللي ما عندوش باش يشري الله يحسن العون. الزيت كنا كنشريوها ب 9 دراهم دابا كنشريوها 23 درهم ونص راه بزاف هادشي هذا. الانسان خصهم يشوفوا الحال المواطنين، الحال المجتمع، ضروري يشوفوا الحال المجتمع، ان هذا المجتمع اللي حنا فيه اللي زايدين هما فيه كيخلقوا المشاكل، غيخلقوا المشاكل كبيره غتكون، ما غيكونش مشكل واحد، غيكون انتفاضات وغيكون بنادم هذا كيقطع هذا وغيقول لي بولا كريس في الطريق، هي دابا كاين بولا كريس في الشوارع، في الشوارع. دابا كاينه بولا كريس في الشوارع، مرا وقفت رافينا قاز عليها بموطور هز الساك بجرب الارض جرب وهرب مع الطريق، اذا شكون شكون السبب؟ هو الازمه اللي هي خلقت في هذا المجتمع هذا، سوق كاسابراتا معروف كان كل شيء رخيص، صابون الزيت ملاح كل شيء رخيص، دابا كل شيء غلا، وعاد كيهدوا بنادم بالبوطه غتولي 12000 وكذا ويتبر الدعم كيقولوا وغتمشي تبر فيلاتينا باش ينقصوا لك على هذه كارثه كبيره سي محمد اخ هذه كارثه غتكون كيهدوا الانسان بوطه تغلى الزيت عارف وبنادم كيبات لينا ناعس وكيفكر الزيت بوطه ملح زيت بوطه سكر شنو هي المصيبه هذه راه هادشي بزاف اصاحبي هادشي بزاف كلشي غلى اليوم كلشي كتدخل دروكري الغلا كتمشي السوق الغلا فين ما حطيتي راسك الغلا اذا هاد الدرويش فين غيمشي ها يمشي يعمل قلب يجي في راسه ولا غتنوض فوضى كبيره. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.